معانا حبايبي طلبة طالبات الصف الثالث الابتدائي مع مادة الرياضيات، وتعالوا بينا النهاردة نشوف موضوعنا بيتكلم عن ايه. وموضوعنا النهاردة عن المحيط والمساحة. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن المحيط وعرفناه، واتكلمنا عن المساحة. تعالوا النهاردة نعرف ايه الجديد اللي احنا هنعرفه عن المحيط والمساحة. تعالوا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة عايزين نفتكر مع بعضينا ونشوف إيه الملاحظات الهامة. أول حاجة إحنا عرفنا المحيط، المحيط كان هو طول الخط الخارجي للشكل، تمام كده؟ طيب كانت إيه هي المساحة؟ ها؟ المساحة كانت عدد الوحدات المربعة المكونة للشكل. يبقى المحيط كان طول الخط الخارجي للشكل، والمساحة كانت عدد الوحدات المربعة للشكل. طيب وكنت بجيب المساحة إما بإني أنا أعد المربعات اللي في داخل الشكل، أو إني كنت بجيبها بطريقة المصفات اللي هي كانت بقول له عدد الصفوف في عدد الأعمدة، يطلع لي مين؟ يطلع لي المساحة. طيب دلوقتي مديني شكل قدامنا وبيقول لي عايز يعرف فين هو المحيط وفين المساحة. طيب فين المحيط؟ احنا قلنا المحيط هو طول الخط الخارجي للشكل، يبقى هو الايه؟ الخط الخارجي للشكل، الخط اللي بره ده. طيب يبقى ده هو المحيط. طب المساحة؟ احنا قلنا المساحة الوحدات المربعة المكونة للشكل، يعني هي ايه؟ المساحة هي اللي داخل الشكل، يبقى المساحة هي الوحدات المربعة اللي بيتكون منها الشكل، لكن المحيط هو الخط الخارجي. طيب تعالوا بينا مع بعض نشوف السؤال دلوقتي ونشوف هنحله مع بعض ازاي. السؤال بيقول لي اوجد محيط ومساحة الأشكال الآتية، وادي الشكل الأولاني اللي معانا، وعايزني أحسب المحيط بيساوي كام وحدة والمساحة بتساوي كام وحدة. طيب ازاي أقدر أجيب المحيط والمساحة؟ هعملهم ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف. احنا قلنا إن المحيط هو طول الخط الخارجي للشكل، يبقى أنا الشكل اللي قدامي ده هعد الخط الخارجي للشكل وأشوفه كام وحدة. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى المحيط هيساوي 14 وحدة. طب المساحة؟ المساحة هي عدد الوحدات المربعة المكونة للشكل، يعني يبقى عدد الوحدات اللي جوه الشكل من الداخل. ها تعالوا نشوف كده في كام وحدة مربعة؟ يبقى احنا هنعد المربعات اللي داخل الشكل. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى أقول له المساحة تساوي 12 وحدة مربعة. طب تعالوا بينا نشوف الشكل اللي جنب اللي بعدي. ادي الشكل اللي بعديه اهو، وبرضه بيقول لي المحيط بيساوي كام وحده والمساحه بتساوي كام وحده مربعه. احنا اتفقنا ان المحيط احنا بنعد الخط الخارجي للشكل، فانا هعد الخط الخارجي وهشوفه كام وحده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى اقول له المحيط يساوي 12 وحده. طب المساحه؟ المساحة نعد المربعات اللي داخل الشكل. يلا مع بعض نعد المربعات اللي داخل الشكل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى اقول له المساحة بتساوي 9 وحدات مربعة. طيب تعالوا بينا نشوف شريحة تاني من الأسئلة ونشوف هنحلها ازاي. برضو الشكل اللي قدامي بيسألني المحيط بيساوي كام وحدة والمساحة بتساوي كام وحدة مربعة. احنا قلنا للمحيط هنعد الخط الخارجي، يلا بينا نعد مع بعض الخط الخارجي للشكل ونشوفه كام وحدة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى المحيط هيساوي 14 وحدة. طب المساحة؟ المساحة بتساوي كام وحدة مربعة بقى؟ يلا بينا مع بعض نعد في كام وحدة مربعة داخل الشكل. 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يبقى المساحة هتساوي 10 وحدات مربع. طيب يلا بينا نشوف الشكل اللي بعد. ادي الشكل اللي قدامنا اهو، وبرضه بيسألني المحيط بيساوي كام وحدة والمساحة بتساوي كام وحدة مربع. طب المحيط بيساوي كام وحدة؟ ها هنعد الخط الخارجي للشكل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، يبقى هتساوي 12 وحدة. طب المساحة المربعات اللي داخل الشكل فيه معانا كام وحدة مربعة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى له المساحة هتساوي 5 وحدات مربع. طيب تعالوا بينا نشوف شريحة تاني. دلوقتي عايزين نتعرف على مساحة المستطيل بمعلومية طوله وعرضه. طيب احنا عرفنا لو مديني مستطيل ومديني طوله وعرضه ازاي اجيب المحيط، وكنت بقول ان المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2. طيب المساحة بقى اجيبها ازاي؟ ها قال لي ان المساحة هتساوي الطول في العرض، يبقى المساحة بتساوي الطول في العرض. طيب دلوقتي مديني شكل مستطيل ومديني طوله 7 أمتار وعرضه 3 أمتار، ازاي هجيب المساحة بتاعته؟ ها اجيب المساحة ازاي؟ ايوه هضرب الطول في العرض، يبقى هقول له 7 في 3، يبقى هقول له المساحة تساوي 7 في 3 هتساوي 21 متر مربع. المساحة لازم اقول بالسنتيمتر المربع او بالمتر المربع، يبقى لازم الوحدة بتاعتها تكون مربع، يبقى اقول المساحة هتساوي 21 متر مربع. طيب تعالوا بينا دلوقتي. طيب دلوقتي تعالوا بينا نشوف اسئلة اكتر ونحلها مع بعض. طيب هو دلوقتي مديني مستطيل وبيقول لي اهو مديني 8 امتار طوله وعرضه 5 امتار، تمام؟ الطول طبعا بيبقى اكبر من العرض. طيب احنا عرفنا ان المساحة بتساوي الطول في العرض، يبقى هقول المساحة تساوي 8 في 5 هتساوي 40 متر مربع، تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف سؤال تاني. ها السؤال بيقول لي اهو مديني مستطيل وبيقول لي حاطط الاطوال بتاعت الاضلاع بتاعته، ها الطول 6 امتار والعرض مترين، ها يبقى دلوقتي نحل ازاي المساحة؟ هقول له المساحة تساوي 6 في 2، طيب هتساوي كام؟ هتساوي 12 متر مربع، يبقى 6 في 2 هتساوي 12 متر مربع. طيب احنا اتعرفنا على مساحة المستطيل وعرفنا ازاي نجيبها باكتر من طريقة. طيب تعالوا بينا بقى نفتكر احنا كنا بنقدر نجيب مساحة المستطيل ازاي. ها احنا قلنا اول حاجة مساحة المستطيل لو بالقانون بتساوي الطول في العرض، لو مديني الطول بيساوي كام سنتي والعرض كام سنتي اقدر اجيب مساحة المستطيل. طيب في طريقة تاني؟ قال لي استراتيجية المصفوفات. استراتيجية المصفوفات كانت قايمة ان احنا كنا بنشوف عدد الصفوف في عدد الأعمدة، يعني مثلا الشكل اللي قدامنا دوت فيه كام صف؟ فيه 3 صفوف، وفيه كام عمود؟ فيه عمودين، فاحنا ممكن نقول مثلا عدد الصفوف في عدد الأعمدة فاقول له 3 في 2 هتساوي 6. طيب في طريقة كمان؟ ايه هي طريقة عد المربعات؟ هعد المربعات، يعني لو الشكل اللي قدامي ده مثلا هعد المربعات هقول له 1 2 3 4 5 6، يبقى الشكل ده هيساوي 6 وحدات مربع. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ها استراتيجية الجمع المتكرر، ودي كنا برضو بنستخدمها، كنا بنقول ايه؟ ممكن اقول له 2 زائد 2 زائد 2 او هقول له ايه 3 زائد 3، يبقى اما ان انا هقول له باستراتيجية الجمع المتكرر اللي هي 2 زائد 2 زائد 2 او ممكن اقولها له 3 زائد 3. طيب وتعالوا بينا نشوف شريحة تاني ونشوف هنحلها ازاي. اللي معانا بيقول لي اوجد مساحة
الأشكال الآتية. أدي الشكل قدامي اهو، وعايزني أجيب المساحة بتساوي كام؟ وحدة مربع. طيب احنا قلنا في طرق كتير جدا ان احنا نجيب المساحة، ممكن تستخدم اي طريقة انت تحبها. ممكن حد يستخدم مثلا طريقة عد المربعات، ها نقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15، ويقول لي دي 15 وحدة مربع. وممكن حد يقول العدد الصفوف 3 وعدد الأعمدة 5 أعمدة، فيقول لي 3 في 5 بيساوي 15. طيب في احنا قلنا أكتر من طريقة إن أنت تجيب المساحة، ممكن تشتغل بالطريقة اللي تريحك. طيب الشكل اللي قدامي ده برضو عايز المساحة بتساوي كام وحدة مربع. ممكن أقول له إيه؟ ها المساحة تساوي، ممكن أقول له 3 في 3 هتساوي 9 وحدات مربع. أو ممكن نعد المربعات أو بالجمع المتكرر بأي طريقة أنت تحب. طيب مساحة المربع، إحنا اتكلمنا عن مساحة المستطيل وقلنا بتساوي الطول في العرض. طيب مساحة المربع، قبل ما نتكلم عن مساحة المربع عايزين نقول محيط المربع كنا بنقول عنه إيه؟ ها محيط المربع كان بيساوي طول الضلع في 4. طيب مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، طول الضلع في نفسه. طيب بيقول لي اوجد مساحة المربعات الآتية، مديني مربع وبيقول لي ها الضلع بتاعه 3 أمتار، يبقى ازاي اجيب المساحة؟ احنا عرفنا ان مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يبقى هقول له 3 في 3، يبقى هضرب طول الضلع في نفسه، يبقى المساحة هتساوي 3 في 3 هتساوي 9 وحدات مربع. 9 وحدات مربع. طيب تعالوا نشوف المربع التاني، مديني مربع اهو، وزي ما انتوا شايفين طول ضلع 5 أمتار، طول الضلع 5 أمتار. ازاي اجيب المساحة؟ هقول له المساحة تساوي، هنضرب طول الضلع في نفسه، يعني ايه؟ يعني هقول له 5 في 5 هتساوي 25 وحدة مربع. طيب وفي النهاية اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.